إلى ذلك قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء الأحد واجب العزاء إلى أسر شهيد الوطن محمد ناصر الظاهري الذي استشهد بسقوط مروحية عسكرية خلال مهمة روتينية في المياه الدولية. وأعرب سموه خلال زيارته في مجلس العزاء في منطقة البطين في العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.